مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير السمسمية. عنا كوبين سمسم، نص كوب سكر، نص كوب عسل، نص ملعقة صغيرة حامض. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط السمسم على ورقة زبدة وبحطهم بالفرن، واذا حبينا منحمصهم على الغاز. حميت الفرن اكيد، بحطهم شوي بالفرن لا يتحمصوا. هذا السمسم اخذ بالفرن 5 دقايق تحميص، اكيد مع التحريك المستمر. فضيهم بوعاء اكيد. بسم الله. هلا بنكفي الطريقة مع بعض. عندنا طنجرة بحط العسل بقلبها. بسم الله. كمان بحط السكر فوق العسل والحامض، بحطهم على الغاز وبحركهم تحريك مستمر. بلشوا بالغلي، هلا بتركهم حوالي دقيقة يغلوا مع بعض. بعد ما غلوا دقيقة مع بعض، هلا بحط فوقهم السمسم. بسم الله. اكيد بطفي الغاز، بس تماسكوا مع بعض. هلا بدنا نمدهم على ورق زبده. هلا عندي ورق زبده بدهنها بزيت نباتي قبل، وبحط عليها السمسميه. بسم الله. اكيد بشتغل فيها هي وسخنة عشان تمد معي السمسمية. هيدي السماكة المطلوبة. هلأ بشيل اول طبقة، بتركها حوالي نص ساعة لتبرد. هيدي السمسمية بس بردت منيح. هلا منقطعها مع بعض. بسم الله. هذا الشكل النهائي. بحطهم بالصحن. اذا حبينا كرمال النظافة والغبرة افضل، منغلفهم بنايلو بهيدا الشكل. هيدي الطريقة. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.